هذه الحملة مهمة جدا بالنسبة لنا التي ستمس كل الوحداتنا التدخلية على مستوى كل وطن، حيث ستمس تقريبا أكثر من 60,000 عون مختلف الرتب وأيضا كل مستخدمي. هذه الحملة مهمة جدا للمساهمة الفعالة في المجهود الوطني في دعم الوكالة الوطنية للدم، خاصة نعرف أن الدم ضروري خاصة للجرحى وأيضا المرضى الذين تتطلب حالتهم تقريبا يوميا لابد من حقن الدم، وهي فرصة أيضا لتحسيس مواطنين الكرام أيضا على ضرورة كل مرة يعني التبرع بالدم، لأن شيء ضروري جدا. هذه الحملة لتبرع بالدم تمكننا من تزويد مراكز حقن الدم بهذه المادة الحيوية التي يحتاجها كثير من مرضانا. درنا أكثر من 350,000 دون دو سون، جمعنا كيس من الدم، وهذا يعتبر كاين زيادة 5.5 مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2023. الدم هذا راح تصوفي به بعد واحد آخرين يكونوا محتاجين أو محتاجين الدم تاعك. وحنا الحماية المدنية دائما في جامي ما لبيناش نداء. شاك فوا كل ما يسحقونا نلقاونا. ديجا هذه داخلة في ميزان الحسنات. وكاين الناس هم محتاجين الدم تاعهم. اللي يقدر ينحي الدم هذا غير يجي ينحي.